السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريد فوكس زيرو من موقع ريد فوكس زيرو دوت كوم. اليوم حبيت أتكلم عن لعبة معينة اللي هي سايلنت هيل الجزء الثاني والثالث ريماستر اتش دي على الاكس بوكس 360 وبلاي ستيشن 3. أهم شيء إن سووا ريماستر حق الجزئين هذول، يعني بعد أنا ما سمعت بالخبر، يعني ساعة قوية، يعني جدا اللعبتين هذول مات جدا في حياتي. يعني شلون؟ يعني خلوني اقول لكم شلون. انا واحد من فان سلسلة سايلنت هيل، يعني كنت اتمنى اني اشوف الاجزاء يعني ترجع على طريقها يعني الاساسي. يعني انتم اذا ما شفتوا سايلنت هيل هوم كامينج وبعض يعني بعض الاجزاء اللي طلعت ما عدا اوريجينز ممتاز، يعني كانت تجربة حلوة مثالية على جهاز البي اس بي، وكنت دائما افضلها يعني اني اشوف جزء يعني يطلع ويستمر نفس الطريقه، يعني نفس طريقه الاوريجينال حق سلسله سايلنت هيل. المهم اللعبه طبعا تم بنائها على اتش دي فول اتش دي 1080p، وطبعا جمعوا ممثلين الاصوات، عرفت شلون، على اساس يسوون ريكاستنج حق البروجكت كله. طبعا يعني راح اتوقع انهم راح ينزلون على الستور والاكس بوكس 360 لايف اركيد، العاب الاركيد او شيء، او اتمنى انهم ينزلون ديسك لان ودي احملهم، يعني احطهم عندي بالكوليكشن حق سلسلة سايلنت هيل. بس اهم شيء ان شفنا عودة كبيرة يعني لبعض الالعاب، يعني عندكم مثل ميتل جير، عندكم مثل ايكو، عندكم مثل زون اوف لاندرز، عندكم هم بعد يعني اشياء حلوة يعني قاعد تجي من عندكم مثل Resident Evil الرابع وكود فرونيكا قاعدين يرجعون ريماستر. اتمنى ان الشركات تمشي على الموضوع هذا ويسوون ريماستر حق يعني العاب معينة، العاب جدا 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 مسيرة. يعني انا اتمنى اني اشوف ريميك يعني او جزء جديد حق سلسلة دوم، او يسوون حق دوم 4 او دوم 3 ريماستر اتش دي ويحطونه على الاكس بوكس لايف اركيد كامل. وهذا كل يعني اللي اتمنى اني اشوفه في الجيل الحالي هذا. المهم الالعاب راح تصدر نفس تاريخ صدور الالعاب اول ما نزلت اللي هي قبل على بلاي ستيشن 2، اعتقد انهم نزلوا بشهر 3 او 4 الله اعلم، بس راح يجون 2012 اكيد راح تطلع فيديوهات اشياء جديدة، وراح اوافيكم يعني سلسلة سايلنت هيل بالذات كل شيء جديد وحديث، فراح نعيش اجواء الرعب اللي طافت بالسنين اللي طافت على بلاي ستيشن 2. واتمنى اني اشوف جزء جديد حق لعبة فيتل فريم لانها كانت ممتعة مسلية ومرعبة صراحة. واهم شيء ان يجيبون الالعاب القديمة مرعبة يردون على الكونسول الحديث، واهم شيء ان يكون بصيغة اتش دي. إذا عجبكم الفيديو أعطوني سبسكرايب أو أعطوني ثامس أب، وإن شاء الله راح نشوفكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.